السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون النوارس؟ فراشات؟ شو عندكم تدريب اليوم يا ابطال؟ اليوم ايش راح نتدرب وشلون معلومات راح تصير تكون بالشرح. راح نشرح وياكم اول مره والنوب عملي، نشرح وياكم القفز، شنو انواع القفز، شلون تقدر تقفز بدون ما توقع، شنو الاخطاء اللي يوقع بيها اللاعب المبتدئ، شنو اللي وقعه، خلينا نقول هسه دراجة او فد سيارة فد بنيد، شلون تحاول تقفزها صحيح. علاوي شوية اعطيني مسافة. شباب يا بنات، كل لاعب مبتدئ راح يوقع بخطأ. شنو الخطأ؟ الخطأ انه يتقرب على الجسم. شباب وياي او فول، بس كم لكم علاقة بي، راح يتقرب. علاوي تقرب لي. راح يتقرب من يدي يقفز، وين راح يطخ؟ راح يطخ بالبوري او بالبايسكل او باي اي شخص تتي تقفزه. استان ليش خالك هسه هذا كونز يا شباب؟ اول خطا يوقع عليه مبتدئ انه يتقرب زايد، فمن خليت لك هذا الكونز، من توصل هنا، من توصل هنا لازم تقفز. اقفز علاوي، باع ايش قد مسافه راح ينطي لوبي؟ باع لوبي ايش راح ينطي؟ وين المسافه باع؟ هذا صح. هاي شنو القفزه؟ هاي القفزة يسموها صفح. الغاية من الصفح شنو؟ اكو واحد يعرف بكم يا نوارس يا فراشات؟ اترك انت يا بطل. شنو ليش؟ ليش الصفح؟ هسه قومك يا بطل، ليش يا فراشة؟ لا لا، الصفح خيارة. الصفح بشغلة واحدة فايدتها للكل يسمعني، سالفتي للجميع كلكم، حتى ما يطخشي بي، يصير اعلى. باي هسه انا هيك اذا اقفز، باي ايش قد مسافه، بس اذا اقفز هيك راح تصير اعلى، وياها قفزه تصير اعلى. علاوي ارفع لي رجلك عدل بدون صفح يا شباب. باي هسه هذا العلو مال الرجل، هسه اسوي صفح، باي الصفح يصير اعلى. هاي الغايه منها، وصلت الفكره يا شباب؟ هسه هذا الشرح. اقفز لي بعد قفزه عدله، هاي العدله للبعد، تستعمل اكثر شيء للبعد، ماكو مشكله هي بيها علو، بس للبعد نستعملها افضل. هسه ايش راح نبدي؟ راح نبدي نتمرن ونكمل. وين المتابعين؟ سلمونا على المتابعين.